الحاج اللي انت بتعمله ده، قوم يا راجل انت عيب ما يصحش. انا قاعد على الارض ليه تعد فلوس؟ قوم اقعد على الكرسي. قوم يا جدع، حبشي ومحمد بيحملوا العربيات وهيك، ما تتعبش نفسك. اتعب نفسي؟ يا ريت كل التعب زي ده، دي متعه متعه. وبعدين حبشي مين اللي يعد لي فلوس؟ ده انا ما املوش على 2 جنيه، مش على الرزم. رزم يا احمد رزم، هات لي شويه ميه ريق نشف. على عيني يا رب يا اخويا اسقيك من زمزم. انا وانت يا حبيبي، انا وانت هانت كلها 3 اشهر ونروح نحج ونشرب من زمزم جماعه ان شاء الله. امين يا رب. خلاص يا حاج، حملنا 3 عربيات على البركه. 3 عربيات ليه؟ احنا مش متفقين على 2؟ لازمتها ايه الغرامه يا احمد؟ وانت مالك ومال العربيه الثالثه يا حاج؟ لا اله الا الله، دي بتاعت انا ومحمد جايبينها على حسابنا. يا سلام. يا ابن الجنيه، يعني انت ومحمد اللي طيبين ولاد حلال، وانا اللي شرير ووحش. طب ايه رايك بقى العربيه الرابعه على حسابي انا لوحدي؟ ايوه كده اطلع بيها. الله يبارك لك، وسع الناس، ربنا يوسع عليك. اكتر من كده وسع، ده احنا في نعمه. ولا اقول لك ما يحسد المال لاصحابه. يا بركة دعاك يا امه، يا بركة دعاك. ايه ده كله يا احمد يا ابني؟ طب بخيرك يا حقيقه، شويه قراصيه على تين على مشمشيه على عين جمل لوز كل الحاجات. انا يا ابني عمري ما اشتغلت في الحاجات دي، وحتى لو اشتغلت فيها مش هشتغل بالكميه الكبيره دي. وبعدين تعالى هنا، مين في منطقتنا بيتعامل مع القراصي والمشمشيه وبوز اللوز؟ يا حاج خليهم ياكلوا، اهو اللي بياكل ياكل اكتر، واللي ما معهوش اديله يا سيدي بالتقسيط. ربنا يرزقك يا ابني ويهديك من واسع، ويبارك لك في القليل يكتر قادر يا كريم. امين يا رب، بفضل دعاك يا حاج. انا هطلع اشوف ام هاشم واشوف سميحه بعد اذنك وانزل تاني، بس ما تحاسبش حد ولا تدي وهبه لحد، انا مخلص كل حاجه. طب وانت نازل هات لي البيت ام هاشم العب بيها شويه. على عيني. نازل يا ابني نازل، يلا اقعد يا عصفور، دي بضاعه عمر اهلك ما كلتها. ايه ده يا سميحه؟ ايه عجبك؟ البنطلون ده يتقلع فورا. فورا يعني ايه؟ فورا يعني دلوقتي حالا. دلوقتي حالا، دلوقتي حالا. الله، مالك يا سميح؟ يعني هيكون مالي؟ وبعدين انت يعني شفتني خرجت بيه في الشارع؟ شارع 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 ايه ده؟ ما يتخرجش بيه بره باب الاوضه. يعني فيها ايه يعني لو اخرج بيه في الشارع هيحصل ايه؟ هيعكسوني ولا هيعكسوني؟ جرالك ايه يا سميحه؟ اتجننتي ولا اتجننتي؟ هو انا يعني لما اتدلع عليك شويه ابقى اتجننت؟ لا يا ستي، اتدلعي زي ما انت عايزه، بس مش بالطريقه دي. يعني انت كده حصل لك حاجه في دماغك، اتلبستي. تعالي يا بنت اتدلعي في ودني. لا 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 لا، اوعى تيجي جنب ودني، لو جيت جنب ودني اغير. في ايه يا سميحه مالك؟ مش ده كلامك يا بنت ولا ده طريقتك؟ تعالي قولي لي مين اللي قال لك ايه تعملي ايه. هو انت يعني فاكر ان انا لو حد قال لي هقول لك مين اللي قال لي؟ ايوه هتقولي لي، ودلوقتي فورا. فورا يعني دلوقتي حالا؟ يعني دلوقتي حالا ويتقلق حالا. انا خايفه الحاجه تبوظ لا قدر الله، ده لا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج. يا ستي ما تقلقيش، واحنا رايحين عشان نتجادل؟ انا مش خايفه من ماما الحاجه رتيبه، انا خايفه من ابوك الحاج ربنا يهديه. ان شاء الله ربنا هيهديه، طول ما هو بعيد عن مراته هيهديه. ايوه بس لازم برضو تفهمه، يعني لو اتعصبت عليه ولا حاجه يهدي خلقه عليها شويه. ما قلت لك ما تقلقيش بقى. الله، احنا محضرين له خطه وهنعرف نلمه كويس. اهدي بقى. خش خش. سلام، انت طيب يابا؟ انت طيب يا حبيبي، الف مبروك يا حاج. انت طيب يا ابني، الله يبارك فيك. حاج مبرور وذنب مغفور يا حاج. عبالك، اسمع عن بوقك ان شاء الله. خش انت جوه. تفضل تفضل، انت مش غرفه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. اقعد اقعد. تشربوا ايه؟ يا سلام لو مغات. ده المغات ده لما يبقى المولود يجي ان شاء الله. 4 شاي يا منيره. حاضر يا تيم، بس يا اخويا بلاش تشرب انت عشان انت لسه شارب. طب روح دلوقتي، روح. بسم الله ما شاء الله، ده خايف عليك يابا. ما تخافش عليا ليه يا حيشري؟ لا لا، ده تخاف عليك طبعا، واحنا عشان خايفين عليك وعلى صحتك جبنا الحاجات دي، صحتك وصحتها وصحه المولود. وعشان شهر رمضان يا حاج، كل سنه وانت طيب بقى. والله صحيح، طمرت فيكوا التربيه. ده انا قلت انتوا خلاص رميتوني. يابا احنا ما عندناش عز منه. انت بس اللي كنت مخنوق مننا مش عارفين ليه. يا جدع مخنوق ايه؟ ولا مخنوق ولا حاجه، ده ابوكوا ده راجل سكره، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. قولهم يا محمد، قولهم والنبي. حاكم اخواتك دول مخهم شط خلاص، زي ما تقول الشغل لحس دماغهم. براحتك يا عم الحاج، احنا ولادك واعمل فينا اللي انت عايزه.
ووعد شرف. ان شاء الله بعد كده كل اسبوع لينا قعده حلوه زي دي عندك. الشاي. الف مبروك يا منيره، ربنا يومك بالسلامه ان شاء الله. تسلم. ان شاء الله باذن الله كده تجيب لنا ولد نتسند عليه اما نكبر. اهو كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب روح دلوقتي، روح ونعم بالله. نعمل لكم غدا ولا مش هتقدروا؟ لا يابا، ده الشاي ده جه في وقته. يبقى احسن برضه. ايه ده؟ انت بتبلبع يا انت عيان ولا حاجه؟ لا ما تقلقش، ده شويه صداع خفاف كده. طيب دلوقتي يابا كنا عايزين نكلمك في طلعه الحج دي اللي كلمك فيها محمد. تكلموا في ايه؟ لا لو عايزين ندفع فلوس الحج يبقى انا مش طالع. يابا فلوس ايه بس؟ ده احنا غرقانين في خيرك يابا. خلاص ادفعوا شويه من الخير اللي انتوا غرقانين فيه ده. الله سبحان الله، ما احنا جايبين ايه يابا؟ ما خيرنا اهو. لا كمان الخير ده في الحقيقه يعني هو الخير اللي احنا عايزينه بينك وبين امي. يعني ايه؟ اوعوا إيه تكونوا عايزين ترجعوها هنا تاني. الله 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 الله. كل سنه وانت طيب يا ابو حميد. وانت طيب. ما جبتش مراتك تفطر معانا ليه؟ يعني فيهم؟ ما دام قلت لك مراتك يبقى قصدي سميحه طبعا. والله قلت لها هي ما رضيتش بقى. لا بس كان واجب برضه، امك اول مره تفطر بره بيتها. عرفت هي كمان مش هتعرف تسيب امها النهارده. حقها طبعا. حقها. ما تصلي على النبي بقى يا صباح وتقوم تفطري مع عيالك. عايزه كل اللي بيحصل لي ده وتجيلي نفسي احط لقمه في بقي. حط في دماغك يا صباح انك مالكيش غير عيالي، ما تقعديش بقى تهري تنكتي. انت بترضعي يا بنتي. قومي يما، قومي قومي، انت مالكيش ذنب. قومي يلا شقي ريقك. انا هشق ريقي باي حاجه، بس يا حبيبتي يلا افطري انت مع عيالك. منه لله اللي منشف ريقي، بس كل واحد وله يوم. ما تتعيش على حد يا صباح، ده احلى في ايام مفترجه. من حرقه قلبي يما وقله حيلتي، منه لله. انت من امتى بتفطر وتنام؟ انا مش نايم، انا بس بريح جسمي من هدوء طول اليوم. كويس اني جيتي تفطري معانا النهارده الله يكرمك. بس ازاي سبت ابوك وامك؟ ما اكذبش عليك، الوصول تقول ان انا اقعد معاهم، وانا كنت ناويه فعلا افطر معاهم، بس هما اللي حلفوا عليا عشان اجي افطر في وسطيكوا. ربنا يخليهم لك. امال فين ام هاشم؟ نزلت مع خالد ابن عمها تجيب فانوس. طب وانت بقى مش ناويه تيجي تقعدي معانا؟ هنفتح الباب ده تاني، ما انت عارف يا احمد. وبعدين انت اصلا بتبقى قاعد هنا عشان نيجي نقعد معاك هنا. الله، لا اله الا الله، انا قاعد اهو، امال يعني هروح اقعد فين؟ وبعدين الاصول بتقول انك تقعدي مكان ما جوزك موجود، صح؟ والمصحف انا عارفه الحاجات دي، بس انت كمان عارف. عارف ايه بس؟ طب انا عندي فكره، روحي اقعدي معاهم طول النهار وتعالى بات هنا معانا. ده هم بالليل بيحتاجوني اكتر من النهار. الله، طب وانا اعمل ايه بس؟ لا اله الا الله. احنا في ايام مفترقه يا احمد، بلاش تنكد عليا، حسيبك النبي يا شيخ. عليه افضل الصلاه والسلام. طب سيبيني يا هاشم. أنا؟ بتضحكي عليا؟ أنا قلت حاجة غلط؟ لا سمح الله، ده أنت الغلط ما يعرفلكش سك. أمال بتضحكي على إيه؟ أصل أنت مصر إن أم هاشم ولد. يا ست بنتي وأنا حر فيها. قلت إيه؟ طب بص، إحنا ممكن نسأل أم هاشم وهي اللي تقوله نعمله. اللي تقوله؟ يعني قرارها مش قرارك أنت. وأنا من إمتى ليا قرار؟ أنا اللي تقول لي عليه أنت أنا بعملهولك، وبعدين بتقول لي يمين أقول لك حاضر، تقول لي شمال أقول لك موافقة. إيه يا بنت الغلب اللي أنت فيه ده؟ وأنا عمري غصبتك على حق؟ أوعى يكون قلبك أسود ولسه فاكرالي البنطلون. لا خالص والله، بس أنت دلوقتي غصبني، أنا مش مرتاحة وأنا بعيد عنك يا أحمد، وفي نفس الوقت أنا مش هرتاح لو بعدت عن أهلي. تعملي إيه لواحد ممكن يقنع أبوك وأمك يجي يعيشوا معانا هنا؟ تعملي له ايه؟ يا سلام، احبه اكتر ما انا بحبه. احبه اكتر ما انا بحبه. اقول لك ايه؟ ما تيجي نعيل بقى شويه بقى ولا ايه؟ هنعيل هنا؟ انا بيت عيل في اي حته، لا اله الا الله، يا شقتنا ولا هنستلفها حالا؟ ده احلى حاجه التقيل في حلالك. شيل البرواز ده بقى وعلق لي الشاشه هنا. انت كده هتسحمني الدنيا. ولا هسحم الدنيا ولا حاجه. طب حطها في الاوضه اللي جوه. ما حطهاش هنا ليه بس يا بدريه؟ قال لي ايه ده يا اخويا؟ تلفزيون ده ولا سيما؟
ده يا بدريه اشد من التلفزيون والسيما، ده صندوق الدنيا اللي هيعرفنا كل حاجه بتحصل في العالم. لو النبي حط لي الكابل كده من ورا الشاشه عشان ما حدش يتكعبل. اوعى تكون ده اللي بيجيبوا فيه الافلام القبيحه. جرالك يا بدريه، ابيحه ايه؟ انا برضو بتاع الكلام ده. ابيحه قال الله يجازيكي، دي يا ست شاشه زي الموجوده في البنوك بالظبط، اعرف منها سعر العمله، الذهب، الحبوب، اي حاجه تحتاجها الاسواق العالميه. طب مش لما تعرف الاول بيتك محتاج ايه تبقى تشوف اللي الاسواق العالميه محتاجاه. هو انت تعرف حاجه عني او عن عيالك؟ يا دي النيله عليا وعلى عيالي وعلى اللي جابوني. ده وقته يا بدريه، انت غاويه تغمميني وخلاص. شيل يا عم الشاشه دي، شيلها حطها لي جوه في الاوضه اللي جوه على الشمال دي. تعالى ورايا. وصل لي الدهب المصري اهو. اودعت كام؟ ماشي. 10,000 مارك. اتفضل يا فندم. اشكرك. تمام. حضرتك عارف شباك نمره واحد ده؟ هناك الاستاذ فضل هتديله الورقه دي هيصرف لك 10,000 جنيه. بس دي ورقه مش شيك. ايوه انا عارف انها مش شيك، بس انا بنظري كده هتابعك. اتفضل وهنشوف. شكرا. اتفضل. اللي بيشتغلوا في اكتر من 20 مليون جنيه كل يوم، فرق العمله فيهم يعدي 2 مليون او اكتر. كل يوم بيكسبوا 2 مليون جنيه؟ ده من العمله بس، ما بالك بقى من اشغالهم التانيه. قوليلي، هو المدير مشاركهم؟ وهو حتى لو مشاركهم احنا هنعرف، بس اكيد الواد فضل بيشتغل معاهم، لانهم كل يوم بيقعدوا بعد الساعه 5 عشان يقفل لهم حسابات اليوم. طبيب اساليه كده لو محتاج مساعده ولا حاجه. لا انا ماليش دعوه، ابقى اسأليه انتي.